فقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابقا القدر سبقته العين. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. فهناك علامات وإشارات إذا رأيتها فاعلم أنك محسود. فأعراض العين في الغالب تكون كمرض من الأمراض العضوية، إلا أنها لا تستجيب إلى علاج الأطباء، كأمراض المفاصل والخمول والأرق والحبوب والتقرحات التي تظهر على الجلد والنفور من الأهل والبيت، وبعض الأمراض العصبية والنفسية وشحوب الوجه والشعور بالضيق والتأوه والتنهد والنسيان والثقل في مؤخرة الرأس والثقل على الأكتاف والوخز في الأطراف يغلب على مرض العين، وحرارة في البدن وبرودة في الأطراف. فيقول عبد الخالق العطار: أعراض الحسد تظهر على المال والبدن والأولاد، فإذا وقع الحسد على النفس يصاب صاحبها بشيء من أمراض النفس، فيرفض الذهاب للجامعة أو المدرسة أو العمل، أو يصد عن تلقي العلم وعدم استيعابه، وتقل درجة ذكائه وحفظه. وقد يصاب بحبه للانطواء والانعزال والابتعاد عن مشاركة الأهل في معيشتهم، وبعدم حب ووفاء وإخلاص أقرب الناس وأحبهم إليه، فلا يستطيع أن يسيطر على أفكاره ويعمل عقله بصورة مستمرة، ويتحدث إلى نفسه ويضحك ويبكي من دون أسباب، ويشعر بعدم السعادة والشعور بالصراع والأرق وأحلام مستمرة بالكلاب السوداء والثعابين والنار والدم والفئران والسحالي والنمل والعظام. فقد أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن طرق التداوي، منها عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين، بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعليك بقراءة الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى نهاية السورة، وقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وعليك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين: قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق. اللهم صل على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضى. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.